الرحمن الرحيم. هنتكلم يا جماعة النهاردة ان شاء الله في الدرس بتاعنا عن امثلة الدالة الكسرية وبقية الصور والاشكال بتاعتها. المثال اللي جاي يا جماعة هنبتدي نخش شوية في الايه، في شكل الدوال الكسرية وانواعها. مثال يا جماعة دال سين بيساوي واحد على سين ناقص واحد، وطبعا عين المجال والمدى وبحث الاطراد والنوع. طب دلوقتي يا جماعة احنا عندنا دال سين بتساوي واحد على سين ناقص واحد، مش ده معناه ان هو واحد على سين ناقص واحد زائد صفر؟ طب يبقى نقطة الانطلاق هناخد ده بعكس الاشارة، فبالتالي هيبقى واحد، والصداد بنفس الاشارة يعني صفر. نحط عندها ايه يا جماعة؟ نحط عندها ثغرة. طب تعالوا يا جماعة نشوف هنرسمها ازاي. اول حاجة يا جماعة بنحدد المحاور الرئيسية، دلوقتي يا جماعة احنا عندنا نقطة الانطلاق واحد وصفر، ولتكن مثلا هنا هي دي نقطة الانطلاق واحد وصفر. هنبتدي نرسم عندها المحور اللي هنرسم حواليه الدالة الكسرية. الدالة الكسرية يا جماعة تكون شكلها كالآتي. المجال هنا ايه يا جماعة؟ المجال ح فرق الواحد. طب والمدى
الصفحة فرق النقطة اللي قصاد الواحد اللي هي 2. طب الاطراد يا جماعة الشكل ده دايما الدالة تناقصية في كل من الفترتين من واحد وما لا نهاية وناقص ما لا نهاية واحد. طبعا على حسب نقطة الانطلاق انا بحدد الفترات، وطبعا هي ليست زوجية وليست فردية. شفتوا يا جماعة الموضوع مفيش اسهل من كده. تعالوا نشوف الحل. المجال ح فرق الواحد، والمدى ح فرق الاثنين، والاطراد د س تناقصية في الفترتين من ناقص ما لا نهاية واحد وواحد وما لا نهاية، والنوع ليست زوجية وليست فردية. نشوف يا جماعة نوع تاني من المسائل. ارسم منحنى الدالة د س بيساوي ناقص واحد على 2 س، وعين المجال والمدى والاطراد منه. طب يا جماعة المسألة دي يعني يمكن جديدة شوية. طيب تعالوا نشوف يا جماعة تترسم ازاي. ما تقلقوش خالص، اول حاجة مبدئية مادام انا شفت ناقص واحد فوق كده يبقى اعرف ان انا هرسم دالة كسرية لكن بالعكس، وهوريها لكم ازاي. مادام في هنا اشارة سالبة يبقى انا هعكس الدالة، تمام؟ طيب النقطة هنا ايه يا جماعة؟ هل في جنب السين اي حاجة؟ مش هي عبارة عن كده؟ هل في جنب السين اي حاجة؟ لا، يبقى انا هعتبره ايه؟ اكنها كده، اكنها ناقص واحد، اكنها ناقص واحد على 2 سين زائد صفر، وهنا ايه؟ زائد صفر. فبالتالي نقطة الانطلاق هتكون صفر وصفر، وهنحط عندها ايه؟ هنحط عندها ثغرة. هفضل في كل مسألة هقول لكم كده عشان ما تنسوش. طب تعالوا يا جماعة نشوف هنرسمها ازاي. حدد محاورنا، احنا قلنا يا جماعة نقطة الانطلاق عند نقطة الاصل اللي هي هنا، فبالتالي هنحط هنا ثغرة. طب شكلها ايه بقى يا جماعة؟ هتبقى شكلها كده، بدل ما تترسم في الربعين دول لا هتترسم في الربعين دول، وبالتالي هنشوف اخر نقطة شمال هتبقى كده وهتبقى كده. طيب يبقى تعالوا بقى يا جماعة نشوف المجال. المجال ح فرق الصفر، والمدى ح فرق النقطة اللي قصاد الصفر اللي هي صفر برضو، يبقى المدى برضو ح فرق الصفر. والاطراد طبعا احنا قلنا الثانية الشكل الرئيسي بتاع الدالة كان تناقصية في كل من الفترتين، لكن دي تزايدية بدم بالعكس اشارة سالبة، يبقى الدالة هتترسم بالعكس زي ما انتوا شايفين. وهنقول ان هي دالة س تزايدية في الفترتين او في كل من الفترتين ناقص ما لا نهاية وصفر وصفر وما لا نهاية، او طبعا تزايدية في كل من الفترتين على حسب نقطة الانطلاق بتاعتنا. والنوع هي طبعا فردية علشان هي متماسكة حول نقطة الاصل. تعالوا نشوف الحل ونتأكد. يبقى احنا يا جماعة زي ما قلنا ح فرق الصفر، والمدى ح فرق الصفر، وطبعا طلعت دالة تزايدية في الفترتين ناقص ما لا نهاية وصفر وصفر وما لا نهاية. وما تنسوش يا جماعة ان نقطة الانطلاق دايما مادام عندها ثغرة يبقى الفترات عند النقطة دي بتكون مفتوحة، والنوع هي فردية لانها متماثلة بالنسبة لنقطة الاصل. طيب مثال تاني يا جماعة، ارسم منحنى الدالة د س بتساوي واحد على مقياس س. طيب الشكل شبه اللي احنا عارفينه، لكن انا ازاي هرسم الرسمة دي؟ هنشوف علشان نقدر نجيب نقطة الانطلاق. هتبقى د س بتساوي واحد على س وواحد على ناقص، الناقص يا جماعة هتتحط هنا، طبعا هنا عندنا س اكبر من الصفر وس اقل من الصفر. ليه ما قلتش هنا يساوي؟ علشان يا جماعة نقطة الانطلاق هنا صفر وصفر، فمش هينفع اقول هنا في يساوي، تمام؟ طيب انا هنا عندي دالتين مش دالة واحدة، واحدة بالموجب والتانية بالسالب، تمام كده؟ طب تعالوا بقى وطبعا كل واحدة فيها شرط معين. تعالوا بقى نشوف هتترسم ازاي. منتهى منتهى السهولة يا جماعة، ملحوظة ما ينفعش احط الصفر، تمام؟ ليه؟ ما ينفعش احط يساوي صفر ليه عند فك المقياس في الدالة الكسرية؟ علشان س لا تجوز ان تساوي الصفر لان هي في المقام، تمام؟ حددوا محاوركم يا جماعة. الاول س، س شرطة، ص، ص شرطة، دي نقطة الاصل. احنا قلنا ان هنا نقطة الانطلاق، تمام؟ وقلنا يا جماعة ان انا عندي دالتين واحد على س وناقص واحد على س، هنا س اكبر من الصفر وهنا س اقل من الصفر. طيب
سين اكبر من الصفر يعني في الجزئية دي، واحد على سين يعني هتترسم ازاي؟ هتترسم هنا. هل ينفع ارسم الجزء التاني منها؟ لا. ليه؟ لان ده الجزء السالب. طيب ناقص واحد على سين يبقى هتترسم في الربعين ده وده، صح كده؟ طيب عند سين اقل من الصفر يبقى في الجزء ده بس. ليه ما اقدرش ارسم في الجزء ده؟ لان الجزء ده الموجب. طيب تمام كده. طيب زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الواحد بيعلم اوتوماتيك. اوتوماتيك طبعا المجال ح فرق الصفر، المدى ح فرق الصفر، الاطراد عباره عن جزئين لانهم عباره عن دالتين مش داله واحده. ما اقدرش اثبت الكلام اللي كنت بقوله لكم في الدوال الاولانيه. ليه؟ لان الدوال الاولانيه كلها كانت عباره عن داله واحده، لكن ده دالتين في قلب بعض. فيا جماعه الرسمه هتحكم عليكم، يبقى انتوا ما تتكلموش او ما تحلوش بالفهلوه، لا انتوا تبقوا عارفين انتوا بتحلوا على اي اساس. احنا انا علمتكم ازاي تقدروا تحلوا الاطراد وازاي ما تتلخبطوش فيه، تمام؟ فبالتالي بقينا نعملها اوتوماتيك من غير ما ارجع تاني اكرر شرحها. فبالتالي الداله دي هتتقسم لنصين، نص تناقصيه من صفر لما لا نهايه، وتزايديه من ناقص ما لا نهايه لصفر. وطبعا هي داله زوجيه لانها متماثله حول نقطه، حول محور الصادات. طيب تعالوا نشوف الحل يا جماعه. المجال ح فرق الصفر والمدى من صفر لما لا نهايه، تمام؟ معلش يا جماعه انا قلت لكم ح فرق الصفر في المدى، لا مش ح فرق الصفر لسبب واحد، لان الداله عندي بتنتهي عند الجزء الموجب من الصادات، تمام؟ الداله عندي بتنتهي لحد الجزء الموجب من الصادات، ما ينفعش انزل تحت، وبالتالي الداله مش هيكون لها وجود، فبالتالي المدى مش هيكون له وجود. طيب يبقى المجال ح فرق الصفر والمدى من صفر لما لا نهايه، والاطراد تناقصيه في الفتره من صفر لما لا نهايه، وتزايديه في الفتره من ناقص ما لا نهايه وصفر. وطبعا قلنا ان هي داله زوجيه عشان هي متماثله حول محور الصادات. دي يا جماعه اسئله هتحطوا الاجابات بتاعتها في تعليق على الفيديو من خلال الموقع علشان نقدر نتواصل مع بعض. اول سؤال ارسم منحنى الداله د س بيساوي 1 على س ناقص 4 ناقص 3، وعين المجال والمدى وابحث الاطراد والنوع. السؤال الثاني ارسم منحنى الداله د س بيساوي ناقص 1 على 8 س زائد 1، وعين المجال والمدى وابحث الاطراد والنوع. شكرا.